بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، بداية أرحب بالحضور الكريم أجمل ترحيب في محاضرة جديدة للقسم العلمي الذي ارتأى أن تكون هذه المرة محاضرة فكرية تهتم بفكرة المصطلحات، وقد جاءت تحت عنوان الغزو المصطلحي وأثره في تغيير المفاهيم. نحاول فيها تفكيك معاني هذه المصطلحات والتعرف إلى أسباب ظهورها ونشأتها والغاية منها. فما المقصود بالغزو المصطلحي؟ وما هي آثاره؟ وكيف نتصدى له؟ فحرب المصطلحات حرب دقيقة مبرمجة، طويلة النفس، متعددة الوسائل، منوعة المقاصد، أداتها الكلمة، ونتيجتها إرهاب الحق وقمعه، وإعزاز الباطل ورفعه، وتنفيس الخسيس وتحقير النفيس، وتتولى صناعة مسارات فكرية موجهة باستخدامها في تحريف الكلم عن مواضعه بدهاء وفاعلية. وللسياحة في هذه المعاني وتلك المصطلحات يحدثنا اليوم الدكتور مثنى الضاري عن الغزو المصطلحي وأثره في تغيير المفاهيم، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. أشكر الأخوة في القسم العلمي على هذه المبادرة وعلى هذه المحاضرات المعنية ببيان بعض الأفكار والمفاهيم والطروحات التي هي بأمس الحاجة إلى أن نتحدث عنها وندير حلقات النقاش فيها بين حين وآخر. والموضوع المختار لهذا اليوم هو موضوع مهم، وأهميته تنبع من أهمية المصطلح بحد ذاته، سواء كان في تراثنا الحضاري أو في واقعنا المعاش هذه الأيام. والعنوان هو الغزو المصطلحي وأثره في تغيير المفاهيم، وهذا العنوان يقتضي مني أن أتحدث عنه على أربعة أقسام. القسم الأول سيكون في أهمية الموضوع، والثاني في المفهوم، والثالث في الأهداف والوسائل، والرابع في الأمثلة والتطبيقات. من حيث أهمية الموضوع، كما قلت قبل قليل، المصطلح له أهمية بالغة وخطيرة جدا في عالمنا المعاصر، ولا سيما في ظل هذه الظروف التي شهدت مرحلة جديدة من مراحل التطور البشري، ألا وهي مرحلة الانتقال إلى آفاق جديدة من وسائل الاتصال والإعلام. أصبح المصطلح الآن يدور بين جميع البشر وليس بين فئة مخصوصة منهم، مختصة بعلم أو بفن أو باهتمام ما. وأصبحت وسائل الإعلام الحديث ولا سيما وسائل التواصل الاجتماعي ترفدنا يوميا، لا أقول بالعشرات ولا المئات بل أكثر من ذلك، من المصطلحات الجديدة أو التحويرات والتغييرات والتعديلات والتبديلات والتحريفات لمصطلحات قديمة. فهي أشبه فعلا بالغزو والتدفق الكبير جدا والكم الهائل من المعلومات المصطلحية أو ما يتعلق بالمصطلح وفنونه. فهذه الأهمية الآن واضحة وظاهرة للعيان، لا تحتاج إلى أدلة. أما إذا رجعنا قليلا إلى إرثنا الحضاري وإلى تراثنا الإسلامي، فسنجد أن هذا الموضوع قد اعتني به عناية فائقة وكبيرة جدا،
قد تكون هي الأفضل والأكبر والأكثر في تاريخ الأمم، والشواهد على ذلك كثيرة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره، من فعل علماء المسلمين، والشواهد هي مئات المؤلفات والمصنفات الموضوعة في المصطلحات وما يتعلق بها في مختلف الفنون، ليس فقط في اللغة وما يتعلق بها، وإنما في التفسير وعلوم القرآن وفي الحديث وفي الأصول وفي الفقه وفي العقائد وفي التاريخ وفي الجغرافيا وفي الفلك وفي الطب وفي كل المجالات، حتى وصلنا إلى مؤلفات ترقى إلى العهد العباسي تتحدث عن الطبيخ وعن الأزياء. هذا هو إرثنا الحضاري، فهو إرث واسع وزاخر بالمصطلحات. فضلا عن ذلك، أن المعجزة الكبرى للرسول صلى الله عليه وسلم هي القرآن، والقرآن هو معجزة بكل ما للكلمة من معاني، ومنها إعجازه اللغوي، والمصطلح هو في لب هذا الإعجاز. فهذه هي أهمية المصطلح عندنا كمسلمين. أما إذا أردنا أن نستشهد فالشواهد كثيرة، أكتفي هنا بشاهدين. الشاهد الأول، الله تعالى يقول: وعلم آدم الأسماء كلها. هذه الآية قيل فيها الكثير في تفسيرها، وتستخدم للأسف الآن استخدامات غير صحيحة من قبل بعض المنحرفين عن طرائق التفسير وضوابطه للوصول لنتائج لا تصب في التحريف المصطلحي فقط، وإنما في التحريف العقدي والتحريف الثقافي بشكله العام. المهم أن أهل التفسير يجمعون على أن الرأي الراجح في تفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى علم آدم أسماء الموجودات، أسماء المخلوقات. فإذا من أول الأمور التي علمها الله سبحانه وتعالى، بل الأمر الأول بعد التكليف بالرسالة والنبوة، هو تعليم الأسماء أي المصطلحات. فإذا لابد لكل عمل، حجر الزاوية في كل عمل هو تحديد المفاهيم والمصطلحات، وضع الحدود الواضحة لها والصريحة والمباشرة حتى تؤدي الأهداف المطلوبة أو المرجوة منها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا في هذا المجال على تعديل المصطلح وتغيير المصطلح وضبط المصطلح بقدر الإمكان في مختلف جوانب الحياة. ولا نتحدث هنا عن الجوانب الخاصة التي تدل على الفعل والابتعاد عن الطيرة والتشاؤم وإبدال الأسماء وما إلى ذلك، وإنما أخذ مثال: الرسول صلى الله عليه وسلم وجد مصطلحات وألفاظ وأعراف من قبل الإسلام. هذه الأعراف قسم منها أقره وقسم منها لم يقره، وكذلك وجد مصطلحات وأسماء. الغالب هو الإقرار، ولكن هناك مصطلحات تصطدم بثوابت العقيدة فغيرها. وهناك عبارات شهيرة منها على سبيل المثال: بالرفاء والبنين للمباركة لمن رزق بمولود، أبدلها الرسول صلى الله عليه وسلم بالأذكار الشرعية المعروفة، وعم صباحا وأبيت اللعنة وما إلى ذلك. هذه كلها المصطلحات لها دلالة تصطدم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمارس مهمة الضبط للمصطلحات ودلالة هذه المصطلحات أو دلالات هذه المصطلحات من أجل أن تتساوق وتتوافق مع مقتضيات الإيمان الصحيح والعقيدة السليمة. وهذا جهد ضبطي اصطلاحي يدلنا على اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين عموما بهذا الأمر. فضلا عن ذلك، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ستحدث متغيرات مستقبلية فيما يتعلق بالمصطلح، ومنها الغزو المصطلح الذي نتحدث عنه. من ذلك على سبيل المثال قال: لا يشربن أقوام من أمتي الخمرة يسمونها بغير اسمها. وهذا واقع وحاصل، وهذا مثال لكثير من الأشياء التي يأتيها أهل زماننا ويسمونها بغير أسمائها، وليس المجال هنا مجال استعراض لأننا في موضوع آخر. ومع ذلك، على الرغم من خاصية الضبط الشديدة هذه التي حافظت على المصطلح، ليس فقط المصطلح الإسلامي وإنما المصطلح بشكل عام، بمعنى المصطلح الذي يحقق استمرار الحياة في كل جوانبها، قرر علماء الإسلام قاعدة عظيمة وكبيرة جدا،
مع شدة اهتمامهم بضبط المصطلحات والمحافظة عليها وتحصينها، إلا أنهم يعرفون تماما ويعون أن المصطلح وسيلة من وسائل التخاطب والتواصل والتعامل، بل وسيلة من وسائل البناء الحضاري. لذلك قرروا قاعدة مهمة، وهي قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح. ولكن للأسف هذه القاعدة تستعمل الآن في غير محلها، في غير مجالها، وبدون التزام بالضوابط التي تضبطها. من ذلك الضابط الأول في هذه القاعدة أنه لا مشاحة في الاصطلاح في اصطلاحات علم أو فن ما، بمعنى أهل هذا العلم أو أهل هذا الفن إذا اتفقوا على إطلاق عدة اصطلاحات لمسمى واحد فلا مشاحة في ذلك، أو علوم وفنون متقاربة ومتداخلة، وما أكثر التداخل الآن والتكامل بين العلوم. الضابط الثاني أن يكون الاختلاف بين المصطلحين أو المصطلحات اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، لأنه إذا كان اختلاف تضاد تغير مفهوم المصطلح بشكل تام. والضابط الثالث أن لا يكون هذا التداخل مثار اختلاف واشتباك بين المعرفين والمصطلحين أو الواضعين لمصطلحات جديدة، فحين ذاك لا هناك مشاحة في الاصطلاح، لأنه ينبغي لكل واحد منهم أن يعين ماذا يريد بهذا اللفظ وماذا يريد أن يصطلح به على أي شيء، على أي دلالة، فلابد. ومن هنا نشأت المجامع، مجامع اللغة العربية، ومن هنا نشأت الفهارس الكثيرة المعنية بهذا الأمر، ومنها أيضا نشأت التسميات الجديدة والاختلافات الحاصلة. وكلنا يعرف ويسمع أن هناك إشكالات كبيرة بين كثير من الشركات العاملة في مجالات متعلقة بوسائل التواصل والإعلام تتداخل في المصطلحات وتضطر إلى تغيير بعض المصطلحات لتشابهها وتشابكها مع مصطلحات أخرى. فإذن هذه ضوابط هذه القاعدة، تدلنا هذه القاعدة على أن على أهمية أولا المصطلح، وتدلنا ثانيا على فسح الباب واسعا للجهد البشري والعقلي في هذا المجال، وتدلنا ثالثا على أن هناك ضوابط ينبغي أن يلتزم بها، سواء كانت ضوابط شرعية أو ضوابط عقلية يتفق عليها أهل الاصطلاح في زماننا الحاضر. ولسنا هنا في صدد بيان هل هناك تعارض أو عدم تعارض، لأننا نتحدث عن مجالات مختلفة ولا نتحدث عن العلاقة بين الشرع والعقل في هذا الجانب. بعد ذلك ننتقل إلى المفهوم، بعد أن بينا أهمية المصطلح ننتقل إلى مفهوم الغزو المصطلحي كما ورد في عنوان المحاضرة. وهنا أستطيع أن أقول بأنه لا يوجد غزو مصطلحي، حقيقة لا يوجد غزو مصطلحي، وإنما يوجد الآن اجتياح مصطلحي، احتلال مصطلحي، استحلال مصطلحي، وهكذا جئوا ما أردتم من تصريفات لهذه المادة. وهذا نتيجة للغزو الفكري، فالغزو المصطلحي هو جانب من جوانب الغزو الفكري، سواء وجهت به أمتنا أو أمم أخرى. فالغزو الفكري الآن لا يفرق، لأن هناك نوع من الهيمنة العالمية ليس والقطبية، ليس في مجال السياسة والاقتصاد فقط، وإنما حتى في مجال الإعلام وما يتعلق به، وموضوع المصطلح له صلة وثيقة بموضوع الإعلام. فالغزو الفكري حقيقة واقعة ولا يمكن إنكارها، وقد بذلت جهود كبيرة جدا في هذا المجال منذ عقود طويلة لبيان أن هناك أولا هناك غزو فكري، وثانيا سبل مواجهة هذا الغزو الفكري، وثالثا بيان الوسائل المستحدثة والجديدة التي يحاول فيها هذا الغزو الفكري أن يدخل إلى بلادنا وأن يغير من ثوابت عيشنا ومجتمعنا القائم على حضارتنا المعروفة. فإذن انتقلنا من معركة الغزو الفكري إلى معركة المصطلحات كما يسميها الدكتور محمد عمارة في أحد كتبه، وانتقلنا إلى حالة احتلال المصطلحات الوافدة والجديدة والمحرفة، للأسف احتلال كثير من مواضع الثقافة العربية والمسلمة في هذا الزمن. فانتقلنا إلى معركة جديدة هي امتداد لمعارك الغزو الفكري ومعركة القيم والتقاليد ومعركة الأعراف ومعركة أنماط الحياة. كل هذه المعارك هي أنواع من أنواع الغزو الفكري.
ولكن إذا أردنا أن نبسط أو نلخص مفهوم الغزو المصطلحي، فالمصطلحات أو التعريفات المعطاة لهذا المصطلح كثيرة وعديدة في هذه الكتب، ولكن تيسيرا نقول هي محاولة إبدال دلالات بعض الألفاظ أو إحلال مصطلحات وألفاظ جديدة في المجتمع. هذا باختصار، لأن هذا ليس تعريفا جامعا مانعا محددا، وإنما فكرة تقريبية تناسب هذه المحاضرة العامة التي نبغي منها الفائدة. إذن الجهد كله ينصب على هذا الموضوع، أما تغيير دلالات مصطلحات وألفاظ معينة أو إيجاد ألفاظ جديدة بدلالات معبأة مغطاة وتصديرها لمن؟ للجهة التي يراد أن تصدر لها، والجهات التي تصدر لها في الغالب هي الجهات المستضعفة، الجهات المهيمن عليها، الجهات المسيطرة عليها، الجهات التي هي في حالة ضعف واستقبال وانخداع وإعجاب للأسف بالغريب. طبعا هذا الأمر قد يدعو البعض إلى القول بأنكم إذا ستقفون حجر عثرة أمام كل مصطلح يأتي، والتطور العلمي، التطور الاقتصادي، التطور الإعلامي، الأنماط الثقافية الجديدة، كل هذا ترفضونه. هذه مغالطة. طبعا عندما تتحدث عن غزو فكري أو غزو مصطلحي أو أي غزو آخر، حتى إذا كان الغزو اقتصادي أو غزو مجتمعي أو ما إلى ذلك، تواجه دائما بهذه الشبهة، وهذه شبهة ساقطة من أساسها، ولكن للأسف تروج على كثير من الناس. فالرد عليها بكل سهولة بدون توسع نقول هناك قاعدة أخرى أقرها علماء الإسلام منذ زمن متقدم بعباراتهم، وعبر عنها بعض الكاتبين المحدثين بعبارتهم، ثم أصبحت مصطلحا شائعا ودارجا، وهي عبارة المشترك الإنساني العام. هناك مشتركات إنسانية عامة تصلح لكل البشرية، تخدم كل البشرية، تفيد كل البشرية، ولا تتعارض في الغالب مع معتقدات كثير من الأمم في هذه البشرية. لما؟ لأنها مصطلحات وأفكار نستطيع أن نقول عنها إجرائية عملية مهنية صرفة. بالعكس، هذه لا يقف حجر عثرة أمامها، والدليل أن الأمم جميعا تفاعلت معها، ولا سيما الأمة المسلمة، وارتقت في هذا المجال. والدليل على ذلك أنه لم يحجر أحد على أي مصطلح له دلالة علمية مجردة محايدة، ولم يحجر أحد على أي مصطلح له دلالة ثقافية أدبية فنية بريئة منضبطة بضوابط شرعية، ولم نحجر على أي مصطلح سياسي ما دام غير معبأ بالأفكار النابع عن المنظومة التي تحكم هذا المصطلح، على سبيل المثال المنظومة الغربية القائمة على اعتقادات قد لا تتفق مع معتقداتنا كمسلمين. وها هم أبناء الإسلام، أبناء الأمم جميعا، منهم العلماء ومنهم الأطباء ومنهم المهندسين والمثقفين ومنهم الشعراء والأدباء ومنهم المترجمون ومنهم كلهم يعملون في بلادهم بهذه المصطلحات، ويعملون في بلاد الغرب بهذه المصطلحات، بل هم من المتفوقين ومن الناجحين ومن المبدعين ومن المخترعين والمساهمين أيضا في توليد مصطلحات وأفكار جديدة. إذن هناك قاعدة أن هناك مشترك إنساني عام، نحن لا نتحدث عن هذا المشترك الإنساني العام، وإنما نتحدث عما يخرم هذا المشترك الإنساني العام، الذي هو ليس مشتركا إنسانيا عاما، وإنما هو تعبير عن ثقافة خاصة لأمة لمجتمع يراد لها أن تسوق في باقي المجتمعات. هي المشكلة هنا فقط، وهذه يمكن حصرها ومتابعتها ومعالجتها إن أراد أحد أن يفعل ذلك. الدليل الشرعي على قاعدة المشترك الإنساني العام موجود في كل نصوص الشريعة، فهي قاعدة مقررة في كل النصوص، مفهومة لا تحتاج إلى دليل محدد، ولكن يكثر الاستشهاد بالحديث أو بالأثر المشهور الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها أو أن وجدها فهو أحق بها. طبعا هذا الحديث ضعيف ولا يصح الاستدلال به ولا الاستشهاد، ولذلك الأفضل لا نقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول الحديث أو الأثر، لأنه أحد رواة الحديث ضعيف جدا، اتفق علماء الجرح والتعديل على تضعيفه،
ولكن المعنى في هذا الحديث أو في هذا الأثر تدل عليه عمومات نصوص الشريعة، فهو أشبه بالقاعدة المقررة حتى وإن لم يدل عليه هذا الحديث. فنستطيع أن نقول الحكمة هي ضالة المؤمن، لا نقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعلا الحكمة هي ضالة المؤمن، المؤمن ضالة المسلم يبحث عنها، فأنا وجدها فهو أحق بها. ومع ذلك لزيادة الإطمئنان، أحد المجامع الفقهية سئل هذا السؤال: ما حكم هذا الحديث وما هو معناه؟ فقال في معناه الآتي: معنى الحديث أن الكلمة المفيدة، لاحظوا الكلمة يعني المصطلح، التي لا تنافي نصوص الشريعة ربما تفوه بها من ليس لها بأهل ثم وقعت إلى أهلها، فلا ينبغي للمؤمن أن ينصرف عنها، بل الأولى الاستفادة منها والعمل بها من غير التفات إلى قائلها. هذا هو حكم الإسلام في المصطلحات والألفاظ الجديدة. وجدنا دليلا تفصيليا جزئيا أو لم نجد، وهذا يؤكد قاعدة المشترك الإنساني العام التي تحدثنا عنها قبل قليل. فإذا المصطلح مهم في شريعتنا، مهم في ثقافتنا، ودلائل الاهتمام في أثناء الحضاري كثيرة، والفتوى الشرعية تلزم المسلم بالبحث عن الحكمة أينما كانت، لأن المسلم مأمور بإعمار هذا الكون، وإعمار هذا الكون لا يكون إلا بالسعي للوصول لكل معلومة، لكل خير، لكل حكمة. ننتقل بعد ذلك إلى مقاصد وأساليب الغزو الفكري بشقه الاصطلاحي، وهي كثيرة. سنضرب أمثلة فقط سريعة لهذه الوسائل والمقاصد، ثم نختم بالقسم الرابع وهو الأمثلة والتطبيقات على بعض المصطلحات والمفاهيم التي فيها نقاش. من ذلك هو إيصال أهداف معينة وتحقيق رؤى خاصة بقوة معينة، بتحالف معين، بجهة سياسية معينة، في التخويف من هذه الجهة أو الترهيب من تلك الجهة. وهذا يكثر في تصنيف الجماعات الإسلامية والتيارات الفكرية في عالم الإسلام، فتنبز بأوصاف ومصطلحات معينة لإبعاد الناس عنها، وعلى رأسها طبعا مصطلح الإرهاب، ثم مصطلحات أخرى تابعة له، ومن أخصها هي تسمية الأفكار والمذاهب والتيارات بأسماء مبدعيها ومفكريها وكاتبيها للتقليل من أهميتها، والأمثلة على ذلك كثيرة. من أشهر الأمثلة هو نسبة المسلمين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابات المستشرقين المتقدمين، فلا يقولون مسلمين، يقولون محمديين على سبيل المثال. الأمر الثاني هو إشاعة بعض الأفكار والمفاهيم في أوساط الشباب لإبعادهم عن المصادر الحقيقية للفكر والثقافة وما يتعلق بها، وهذه المفاهيم غالبا تتعلق بالجانب الحياتي، الجانب المجتمعي، الجانب المتعلق بالجوانب المادية من الإنسان. وأظن وسائل التواصل الاجتماعي الآن بارعة جدا في هذا المجال حتى تغنينا عن ذكر الأمثلة. من وسائلهم أيضا المغالطة المنهجية لتحقيق أغراض وأهداف محددة. من ذلك على سبيل المثال، وهنا نتحدث عن تجربتنا في العراق، عندما يتحدثون عن التيارات الوطنية المناهضة والمقاومة للاحتلال كانوا يصفونها، هي والمقاومة طبعا، بالإرهاب وبالتمرد وبالتشدد وبالتنطع وبعدم المرونة، وأحيانا لأنها قامت لأهداف خاصة، وبناء على هذه الأهداف الخاصة أعطيت تسميات معينة. وهكذا تجد في كل مركز دراسات غربي أو حتى شرقي تصنيفات متعددة، في الغالب بعيدة جدا عن التقسيم العلمي القائم على أساس وصف الظاهرة بأوصافها الحقيقية التي نشأت فيها. أما تريد أن تعبئ هذه الظاهرة لأهداف سياسية، هذا أمر يعود لك كوسيلة إعلام، أما كمراكز دراسات علمية وبحثية يفترض فيها أن تكون علمية، ولكن للأسف هذا الأمر حاصل في مراكز الدراسات، كثير من مراكز الدراسات الغربية. أما مراكز الدراسات الشرقية فحدث ولا حرج.
من أساليب الغزو المصطلحي أيضا صناعة أفكار جديدة، ولاءات جديدة، بث أفكار جديدة، وصولا إلى إنشاء عقائد جديدة. وقد باءت محاولات كثيرة من هذا السبيل بالفشل. وهنا فقط مثال، طبعا هذا المثال يتكرر دائما، اللي هو مؤتمر كولورادو في عام 1978 في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا المؤتمر مشهور جدا لأنه كان مؤتمر واسع وفيه جوانب عديدة، من هذه الجوانب أيضا الاهتمام بموضوع المصطلحات للوصول التدريجي لأهداف تبشيرية. لاحظ هنا أهداف تبشيرية، هناك أهداف سياسية، اقتصادية، ثقافية وما إلى ذلك، هنا أهداف تبشيرية. من ذلك على سبيل المثال اقتراح استخدام لقب مسلمين عيسويين على المرتدين، حتى لا ينبذ داخل المجتمع المسلم هذا مرتد، يقال له مسلم عيسوي. وهكذا أيضا اصطلحوا مصطلح المسجد العيسوي ويقصدون به الكنيسة. وسيلة أخرى هي التأثير على الأوعية اللغوية والمصطلحية التي نشأت في تراثنا العلمي على مدى قرون. اللفظ والمصطلح وكالكيان البشري وضع وضعا أولا بغض النظر عن الاختلاف في من الواضع، ثم بعد ذلك نما وتطور وخرجت دلالاته الكثيرة المتعلقة بالزمان والمكان والحال والشعوب والأمم والبيئات. هذه الشجرة نبتت بذرة ثم أصبحت شجرة كبيرة وارفة الظلال، يراد لها الآن أن تقلب بالعكس أو تقطع جميع هذه الأغصان ولا يبقى إلا الجذع. الإرث اللغوي لدى الأمة المسلمة القائم على أساس اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، والإرث المصطلحي هنا بمعناه الحديث، علم الحديث، مصطلحات علم الحديث، هما فخرا هذه الأمة وغير موجودين عند باقي الأمم بهذه الصورة وبهذه الصيغة. لأن الأول يتحدث عن اللغة اللي هي وسيلة التخاطب وأساس كل العلوم، والثاني يتحدث عن وسيلة نقل هذه العلوم وهي السند، وكلاهما من فاخر هذه الأمة. وهذا ما نص عليه مستشرقون كثر ونبهوا على أهمية ذلك، ولكن للأسف نجد أغلب هجمات الغزو الفكري والمصطلحي الحالية تتوجه نحو هاتين الوجهتين. فإذا هناك محاولة لتحريف الأوعية الأساسية، الجذور الأساسية، المواد الأساسية، والتشكيك في قواعد تلقي اللغة سواء كانت سماعا أو قياسا، وذلك باصطلاح ألفاظ ومصطلحات جديدة. ومن أخطرها طبعا الآن هو تحريف اللغة العربية، وتجاوزنا مرحلة انتقال للعامية، انتقلنا الآن إلى اللغة المحكية. واللغة المحكية الآن مو اللغة المحكية في العراق أو في الشام أو في المغرب أو في مصر أو في البلاد الخليج، وإنما اللغة المحكية في هذا الشارع وهذه المحلة وعند هذا الجروب، خلينا نقول بصراحة عند هذا الجروب أو هذه المجموعة. وسيلة أخرى هي ابتكار مصطلحات جديدة وطرح هذه المصطلحات، طرح هذه المصطلحات في أوساط المجتمعات لتغيير قناعات، لإيجاد قناعات جديدة، لتشويه مصطلحات منافسة موجودة في هذه المجتمعات، وهي كثيرة مثل الإرهاب والتطرف والعولمة وما إلى ذلك، وسنأتي بعد قليل في باب التطبيقات لذكر بعضها. وأخيرا إحدى الوسائل للتحريف المصطلح هي تخفيف رد الفعل الرافض لبعض الألفاظ، فتزوق هذه الألفاظ أو تستخدم ألفاظ لا تثير إشكالا في المجتمع، ثم يعاد تعبئتها بمفاهيم جديدة وبث في المجتمع وإثارة الجدال والنقاش بشأنها. أخذنا مثل طبعا قديم عندما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيغير اسم الخمر مستقبلا وتطلق عليه أسماء أخرى، ولكن ننتقل إلى أبعاد أخرى. مثلا مفهوم المدنية، عندما نعود نجد أن كثيرا من كتابات علماء الإسلام والمصلحين الإسلاميين ودعاة التجديد والتطوير المنضبط ضمن القواعد الشرعية والمراعي لأحوال الأمة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، كان شائعا عندهم جدا استخدام مصطلح المدنية رديفا لمصطلح العمران المقابل لمصطلح الحضارة. وهكذا كتبت كتب كثيرة بهذا العنوان تتحدث عن مدنية الإسلام، بل جاملهم بعض الكتاب غير المسلمين فسموا كتبهم أيضا بهذا المسمى، ومنها التمدن على سبيل
المثال. ولكن أنا عندما تطرح الدولة المدنية ويطرح مفهوم المدنية يطرح بالصيغة الجديدة بالأفكار المعبأة فيه من المنظومة الغربية التي يراد لها أن تنتشر في إطار منظومتنا في بلادنا. فالوقوف بوجه هذا المصطلح مو من حيث أصل المصطلح من حيث المادة، وإنما من حيث ما عبئت به هذه المادة من دلالات جديدة، ولأن هناك دلالات أخرى تحقق نفس هذا المعنى بدون أن نلجأ إلى هذا الالتفاف والدوران. فهذه هي الوسائل والشواهد. قبل أن نختم بشاهد مهم عن هذا الموضوع ننتقل إلى موضوع الرابع والقسم الرابع، وهو الأمثلة والتطبيقات، بعض الأمثلة والتطبيقات للمصطلحات أو مصطلحات الغزو المصطلحي. بداية، ليس كل مصطلح يأتينا من الغرب هو غزو، هذا الإنصاف والواقع يقتضي منا أن نقول ذلك، لكن في الوقت نفسه نقول غالب ما يأتينا هو من هذا القبيل. لذلك تقسيم عقلي، يمكن أن تقسم المصطلحات والألفاظ التي تأتي من المنظومة الغربية لمنظومتنا على ثلاثة أقسام. القسم الأول، ألفاظ ومصطلحات هي غير محايدة في الأصل، في الأصل غير محايدة عندما وضعت في البيئة الغربية، ولكنها محايدة في النقل عندما نقلت إلى ثقافة أمة أخرى كانت محايدة، ما كان مقصود بها الدلالات المرادة في تلك أو في المجتمع الغربي. وهذا خارج موضوعنا لأنها ليست غزوا، إذا كانت غير محايدة في مجتمعهم ثم جاءتنا محايدة فهي ليست غزوا ولا تدخل ضمن حيز المصطلح الذي نتحدث عنه. القسم الثاني هي مصطلحات غير محايدة في الأصل وغير محايدة عند النقل. في الأصل هي غير محايدة بمعنى أنها معبأة بأفكار ومفاهيم لمجتمع غربي لتحقيق أهداف معينة، ثم نقلت إلى مجتمعنا المسلم لتحقيق أفكار شبيهة بتلك الأفكار وبأفكار جديدة ومولدة، فهذا من قبيل الغزو الفكري. منها على سبيل المثال مصطلح العلمانية بالفتح وليس بالكسر مقابل اللادينية، هذا المصطلح غير محايد في بيئته الغربية ونقل لنا أيضا بصفته غير الحيادية لأنه كان في إطار صراع معروف بين عوامل التجديد والتغيير في المجتمع الغربي وعوامل التخلف، أقولها بصراحة عوامل الحجر على العقل اللي كانت متمثلة بالهيمنة الدينية في ذلك الوقت في مجتمعهم، يختلف عن مجتمعنا، كل مجتمع له خصوصية. لما نقلت عبئت تعبئة ثانية، فالمترجمون جعلوها بالعلمانية بالكسر وليس بالفتح لإيهامنا بأنها مشتقة من العلم. نعم العلم مع التطور، أو العلم هو أساس التطور، والعلم كان وسيلة مهمة وكبيرة جدا في إحداث الإصلاح الديني في المجتمعات الغربية، ولكن هذا جانب وهذا جانب، لأن موضوع العلم في الإسلام مفروغ منه، والأمة عالمة والأمة متعلمة والأمة تعلي من مكانة العلم ومن مكانة العقل. نعم عندما جاء الاستعمار الغربي أو الاحتلال الغربي، وهذا مصطلح أيضا الاستعمار أيضا من قبيل الغزو الفكري، عندما جاء الغزو الفكري ودخل بلاد الغزو الاحتلالي ودخل بلاد المسلمين في ذلك الوقت، كانت الأمة في حالة جهل طارئ عارض بسبب ما حصل بعد غزو المغول ثم تسلط الدول بعد ذلك على بلاد المسلمين، ثم مجيء الاحتلال الغربي، ثم بعد الاحتلال الغربي مرحلة الدول الوطنية في ظاهرها المسيرة غربيا أيضا، فحيل بين المجتمعات المسلمة بشكل عام والمجتمعات العربية بشكل خاص، وبين أن تبني حضارتها أو تعيد بث أو نفخ الروح أو نفث الروح في حضارتها المتقدمة. فإذا مصطلح غير محايد في بيئته وغير محايد في بيئته. مصطلح ثاني هو التنوير، أيضا مصطلح غير محايد في بيئته، لأن التنوير كان قرين العلمانية، التنوير كان قرين الإصلاح الديني، كلها في مواجهة هيمنة الكنيسة في ذلك الوقت في المجتمعات الغربية. لكن مصطلح التنوير عندما نقل إلينا استخدم استخداما أيضا غير محايد، لأن النور التنوير من النور، والنور عندما نأتي إلى هذا المصطلح وهذا اللفظ في تراثنا الإسلامي فهو محتفل به ومهتم به، بل الإسلام هو بحد ذاته
نور للناس جميعا، ولكن أخذ هذا الوصف وأطلق على مجموعة التي تروج للأفكار الغربية المتأثرة بحركة الإصلاح الديني وامتداداتها اليونانية وما إلى ذلك، ووصفت به هذه المجموعة في مقابل من تصدى لهم الذين وصفوا طبعا، وهذه أيضا مصطلحات للرجعيين، الظلاميين، الماضويين، التقليديين، الأصوليين، وسيرد هذا المصطلح الأخير بعد قليل. مصطلحات القسم الثالث هي مصطلحات محايدة في الأصل، محايدة في الأصل يعني في البيئة الغربية، ولكن عند النقل تؤدي معنى آخر وتدل على مفهوم آخر، والأمثلة على ذلك كثيرة. مثال رجل الدين، هذه العبارة لما تطلق في المجتمع الغربي لا تثير إشكالا عندهم، لأنه هناك تفرقة بين ما هو ديني وما هو دنيوي، وهذا يعطي وصفا لهذا ووصفا لذاك. فالمعني بالشأن الدنيوي يسمى سياسي، يسمى اقتصادي، يسمى مثقف، يسمى أي شيء، والمعني بالشأن الديني يسمى رجل دين، ولا تعارض ولا اختلاف بينهما، بل هناك نوع من التكامل والاحترام والتقدير والتوقير، وكأن السلطات قد وزعت بينهم، هذا له الدنيا وهذا له الآخرة. والغريب هو ليس مستغربا، ولكن نقول الغريب أن كثيرا من رجال الدين ممن شأنهم الدين وليس الدنيا، الآخرة وليس الدنيا، دخلوا على القسم الأول، تطفلوا على القسم الأول، ووصلوا إلى أعلى المراتب فيه، ولم نسمع يوما من الأيام أنهم ينبزون بنبز أو بوصف. الممحكات في العمل موجودة، أما الأوصاف العامة كما يوصف علماء الدين في بلاد المسلمين ممن يسعون للعمل في المجالات العامة في الشأن العام وهو مجالهم الرئيس، تختلف الأمور تماما، هنا مذموم وهناك محمود. منها مصطلح المدنية وقد تحدثنا عنه قبل قليل، ومنها مصطلح الدولة الحديثة، وأنا أفضله على مصطلح الدولة المدنية، فلا اعتراض على مصطلح الدولة الحديثة، فقط نبحث عن أسس بناء هذه الدولة الحديثة، البنى الفكرية الأساسية التي تقوم عليها، على أي معتقد، على أي فكر سياسي تقوم، إن اتفقنا معه فلا ضير، وإن اختلفنا فالأمر فيه متسع لكل بيئة، لكل أمة، لكل ثقافة خصوصيتها. ثم مصطلح الديمقراطية، وهذا المصطلح الشائع الذي أثار كثيرا من النقاشات وما يزال. هذا المصطلح في ذاته محايد عند الغربيين، لأنه يعني تعبير يعني أقرب التعابير إلى الواقع، هو حكم الشعب لنفسه. طيب حكم الشعب لنفسه وبنفسه، هذا كان مطلب جماهيري في البيئة الغربية، وهو مطلب موجود الآن حتى في بيئاتنا المسلمة والعربية تحديدا. ولكن ما الإشكال فيه؟ هل الإشكال فيه أن الشعب يحكم نفسه بنفسه؟ لا، لأن مصطلح الديمقراطية فيه ثلاثة مراتب أو ثلاثة درجات. الدرجة الأولى الأدنى، المستوى الأدنى، هو الآليات البسيطة اللي هي الانتخابات، آليات الانتخاب، وضع الورقة في الصندوق وما إلى ذلك. مستوى أعلى منه هو حرية الرأي والتعبير، وهذا هو الشائع في بلادنا، يقرنون الديمقراطية بالتعبير عن الرأي الحر، سواء كان هذا الرأي الحر في مجالات الحياة عامة أو في اختيار من يرأسنا أو يقودنا أو يحكمنا، وهذا أيضا لا اعتراض فيه ولا إشكال، وأنا أقول بصراحة لا يتعارض مع ثوابتنا الشرعية. يبقى المستوى الثالث هو البنية الفكرية والمعتقد الديني الذي قامت عليه عقيدة حكم الشعب لنفسه بنفسه. هنا نفترق فقط، وهناك نظريات معروفة في هذا الموضوع، وحصل خلاف طويل جدا، خلاصته أن حكم الشعب لنفسه بنفسه يقره الإسلام، وهذا ما نسميه سلطة الشعب أو السلطة للشعب. لكن حكم الشعب لنفسه بنفسه بقوانين يضعها هو بعقله، نقبله أم لا نقبله؟ أيضا هذا على مستويين. المستوى الأول إذا كانت هذه القوانين نابعة من ثقافة وعقيدة هذا المجتمع ولا تتعارض مع ثوابته، فهذا أيضا لا نختلف فيه، بل هذا هو المطلب الرئيس، وهذا ما قامت عليه الدول الإسلامية منذ دولة الخلفاء الراشدين وحتى الآن. لكن هناك مستوى آخر، وهو حكم الشعب لنفسه بنفسه بناء على قوانين
عقلية يضعها هو وتتعارض مع بعض ثوابت ومسلمات عقيدتنا كمسلمين. هذا هو الجزء المرفوض اللي هو أعلى الهرم، قمة جبل الجليد الظاهر، هذا هو الخلاف حول هذه النقطة. هنا نختلف، هو يحكم نفسه بنفسه بناء على قواعد وقوانين عقلية، لأنه لا يوجد في تشريعاته الدينية والعقدية ما ينظم شأن الحياة عنده، فهو حر في ذلك. أما نحن لا، شأن الحياة، شأن العام، شؤون الدنيا نظمها لنا الإسلام بقواعد عامة، بخطوط عامة، لا يقال أن كل مسألة فيها حكم تفصيلي آية وحديث، لا. الإسلام واسع، الإسلام صادر عن الله تعالى، والله سبحانه وتعالى خالق البشر، وهو الأدرى بمصلحتهم والأعرف بما يوافقهم، وأعطاهم العقل من أجل أن يجتهدوا لبناء حياتهم بعد توقف النص. ولكن أعطى هذا النص، ونرجع هنا إلى موضوع المصطلح، أعطى هذا النص سعة واسعة وكبيرة في الدلالات والمفاهيم والاستنباطات للإنزال على واقع الأمة وعلى النوازل التي تنوب هذه الأمة. هي هنا هذه النقطة، من يعترض على هذا يريد أن يحصرنا في حدود ألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية الظاهرة المتبادرة الفهم البسيط لكل الناس أو اليسير لكل الناس. ونحن نقول له القرآن حمال أوجه، الصحابة كانوا يثورون القرآن، أي يستخرجون معاني هذا القرآن، معاني الآيات ومعاني الأحاديث. القرآن في مجال السياسة وضع قواعد عامة لإدارة الشأن العام، وأعطى للعقل المسلم حرية الاجتهاد في استنباط هذه القواعد. وقد استلهم علماء المسلمين هذه القواعد فبنوا قواعد أساسية في كل علم من العلوم، فضلا عن قواعد أساسية في الاستنباط والاجتهاد الفكري كما أسسها الإمام الشافعي رحمه الله. ومن هنا نفهم الهجم على الإمام الشافعي ومحاولة هدم قواعد أصول الفقه التي بناها، والتي نقول دائما ونكررها حتى تثبت في الأذهان، قواعد أصول الفقه التي قررها الشافعي المتفق عليها طبعا، لأنها قضايا تفصيلية جزئية تخدم أهداف مرحلية وزمانية ومكانية وما ذلك، ولكن القواعد العامة هي خطوط عامة تتفق مع العقول أو مع عقول الناس جميعا وليس عقول المسلمين فقط. وعلى أساسها بنت العقلية الغربية ما يسمى بعلم منطق المعايير عند جون لوك، الذي يفخرون به، بينما نحن نحاول أن نعود القهقرة لنهدم قواعد وأسس ما وضعه الإمام الشافعي. فإذن قواعد عامة صالحة للإنزال والتطبيق، ثم فسح لنا مجال العمل بالمصلحة المرسلة بضوابطها المعروف والمعلومة، وأعلى من المصلحة هناك المقاصد الشرعية المفهومة من النصوص. ومثال ذلك الذي بدأنا به المحاضرة، الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها، هل أحتاج إلى آية؟ هل أحتاج إلى حديث تفصيلي حتى أدلل عليها؟ مفهومة من روح الشريعة، من إطلاقات الشريعة، من عمومات الشريعة، من مقاصد الشريعة. وأختم بعبارة مهمة لأحد علماء المصطلح المسلمين المهتمين بهذا المصطلح، هو الدكتور الشاهد البوشيخي من المغرب، يلخص فيها المعاني التي ذكرتها قبل قليل. فهو يقول: كيف يسوغ أن تتردد نفوس في اعتبار الألفاظ القرآنية مصطلحات وهي لها من الخصوصية والخصوبة المفهومية بحكم قرآنيتها؟ المصطلح لأنه قرآني سيكون واسع، سيكون خصب، سيكون متاحا لابتكار دلالات كثيرة منه، طبعا مع ضوابط التفسير والتأويل. فهي لها من الخصوصية والخصوبة المفهومية بحكم قرآنيتها ما ليس لمثلها من الألفاظ في أي علم من العلوم بحكم بشريتها، أي العلوم أنها بشرية ومصطلحات القرآن قرآنية. كيف يجوز أن تسلم النفوس بمصطلحية ألفاظ كل طائفة أو فرقة أو مذهب، ثم لا تسلم بمصطلحية ألفاظ أصل الدين وهي ألفاظ كتاب رب العالمين؟ وهي ملاحظة مهمة،
فلان من من الناس يعترض على دلالة مصطلح معين في القرآن، ويقول أعتقد بأن هذا المصطلح يدل على كذا، مثل ما بعضهم يستدل وعلم آدم الأسماء كلها، يقول ليست الموجودات وليست المخلوقات، وإنما علمها أشياء معلومة في الذهن تحتاج فقط إلى تنبيه. لما؟ لأن هذه الأشياء ذهب من موضوع الوسم راح إلى السمو، الاسم أما من الوسم أو من السمو، فقال لأنها معاني سامية جدا علمه هذه المعاني. ما هي هذه المعاني السامية؟ ينزلها طبعا على اعتقاده الخاص، فهذا من قبيل التلاعب. فكيف نسلم لك عندما تعترض؟ لابد أن ما نقبل قولك أو لا نقبل، رفضنا قولك لا مشكلة، لكن قبلنا قولك بأن الدلالة الفلانية للمصطلح القرآني هي كذا وليست كذا. طيب إذا قبلنا قولك ليس من باب أولى أن نقبل قول القرآن، حتى ولم باب التنزل نتنزل له، يعني نفترض التساوي ولا تساوي، فهذا كلام بشر وهذا كلام رب البشر. ويقول أخيرا بعبارة دالة: كل المذاهب والتيارات عندنا وعند غيرنا تأسست على نصوص بعينها، استعمل أصحابها فيها ألفاظا بعينها، صارت فيما بعد مصطلحات لذلك التخصيص المفهومي الذي كان لها من قبل المؤسس. فإذا كان هم آباء مؤسسين كما يقولون، وأسسوا أفكار ومفاهيم ومصطلحات ودساتير وقوانين، فلماذا يعاب علينا أن نؤسس نحن ذلك؟ ختاما، العلاقة مهمة بين المصطلح والمؤسس له أو الواضع له. والمصطلح جزء أصيل من الحضارة لكل أمة، ولا سيما الأمة المسلمة. ولعل أكبر إرث حضاري في مجال المصطلح والعناية به هو ما لدينا من رصيد من الشواهد الدالة على مدى العناية بالمصطلح. أستطيع أن أقول مئات الآلاف من الصفحات لمؤلفات، والآن إذا أدرنا النظر في هذه المكتبة سنجد عشرات من الكتب المعنية بالمصطلح. إلى الآن هذه المصطلحات بحاجة إلى عناية، بحاجة إلى دراسة، بحاجة إلى خدمة، بحاجة إلى تفسير، بحاجة إلى الدفاع عنها. إلى الآن كل مصطلح من هذه المصطلحات يحتاج أن نعيد النظر فيه بعد كل عقد أو عقدين لسببين. السبب الأول بناء على القاعدة التي تقول بأن القرآن حمل أوجه، وأن دلالات ألفاظ القرآن غير منتهية، النصوص بألفاظها منتهية ولكن بدلالاتها ومفاهيمها غير منتهية. إذن في كل عصر وزمان وآن نحتاج أن ندلل على ذلك عمليا، لا أن نكتفي بالإطلاق هكذا الآن نطلق هذه الأقوال ثم عندما نجابه بمشكلة نتوقف. إذن دعونا لا نخاف من موضوع العناية بالمصطلح. نعم، ضوابط المحافظة على ما لدينا من إرث ضرورية، الوقوف والتصدي لكل من يحاول أن يخرب ويشوه هذا الإرث، ولكن محاولة البحث عن تفاصيل هذا الإرث كبيرة وعظيمة جدا. أختم بمثال: هناك محاولات الآن هنا وهناك لكتابة معجم أو معاجم تاريخية للمصطلحات العربية أو للغة العربية. هذه الحاجة هي وليدة التأثر بالغرب، لأن الغربي مصطلحاته تندثر بين مدة وأخرى وتضيع لغته. والمثال المشهور كلنا يعلم وأستاذنا محمد موجود، أنه الإنجليزي الآن والبريطاني لا يستطيع أن يقرأ أدب شكسبير إلا بعد أن يفسر أو يترجم أو يقرب له بطريقة من الطرائق. لما؟ لأن لغتهم متطورة دائما، فتصبح هناك لغة الإنجليزية للقرن الفلاني واللغة الإنجليزية للقرن الفلاني وهكذا، هذا غير موجود في اللغة العربية. فإذا هم بحاجة ماسة لحفظ التطور التاريخي للغاتهم، ولكن لا ضير أن نحفظ أيضا على الرغم من عدم حاجتنا لذلك أن نسجل تاريخ لغتنا من باب الوفاء لها والفخر لها والحب لها، أو لإرغام أصوات المعاندين أو
الغازي. شكرا للأخوة جميعا المعقبين والسائلين والمتداخلين، وهي أسئلة وتعقيبات ومداخلات أغنت الموضوع تماما كما فعل الأستاذ وليد الزبيدي جزاه الله خيرا، فأعطانا إضاءات لبعض الجوانب والأمثلة التي غفلنا عنها في هذه المحاضرة. سؤال الدكتور أيمن العاني عن من يتصدى لظاهرة الغزو المصطلحي. التصدي طبعا للمعني، للمهتم، للمسؤول، كل في مجال مسؤوليته، وهو على مستويات متعددة سأذكرها إن شاء الله بعد قليل في إجابتي عن الأستاذ حارث. ولكن للأسف التصدي بدأ منذ زمن مبكر، وبذل كثير من علماء المسلمين مختلف التخصصات جهودا كبيرة وجبارة، وعلى أساس ذلك أنشئت المجامع اللغوية في البلاد العربية وقامت بما ينبغي لها أن تقوم به على مدى عقود طويلة جدا. أضرب مثال فقط يعني على أهمية هذا الموضوع، أن كل لفظ، كل مصطلح، كل عبارة كانت الحكومات ومجالس النواب والوزارات والجامعات والمؤسسات الحكومية وأحيانا الأفراد يرفعونها للمجامع اللغوية لأخذ فتوى لغوية بها. أين هذا من ذلك الزمن؟ ضبطت كثير من مصطلحاتنا بناء على جهود فردية أو مجمعية. مثال مشهور بالنسبة لنا كعراقيين، المجمع العلمي العراقي كان رائدا في هذا المجال كغيره من المجامع، ولكن بدأت فكرة المصطلحات العسكرية في رحابه، وأكملها اللواء الركن محمود رشيد الخطاب رحمه الله، ثم جاءت جهود مكملة فاستقر المصطلح العسكري. والآن إذا تبحث عن مصطلح لغة عربي فصيح لأدوات القتال تجده في صفوف الجيش، في قواعد الجيش، وهذه تجربة مرينا بها جميعا. أحيانا نستغرب المصطلح ثم نرجع فنجد له أصل لغوي عربي. لما؟ لأنه كانت هناك عناية في الالتزام بقواعد وضوابط الاجتهاد اللغوي. في زماننا ضاعت الأمور للأسف، ومع ذلك هناك من يتصدى، هناك من يكتب، هناك من يعمم، هناك من ينبه، ومنها هذه المحاضرة. الإخوة في القسم العلمي مشكورين، والعنوان لهم، فضل العنوان والاختيار الذي أشار له الشيخ عبد القادر هو لهم. بالنسبة لسؤال الدكتور عمر النقيب، هل بدأ الإعلام الآن في العراق بالتصدير للمصطلحات غير الصحيحة أو بالتصدي لها؟ التصدير قائم على قدم وساق، ظاهر جديد الآن في المجتمع، ولا سيما الإعلام الذي ينبغي أن يكون مسؤولا ولكنه ليس بمسؤول. من ذلك محاولة إشاعة اللغة العامية كما قلنا وكما ذكرنا في المحاضرة بكل وسيلة ممكنة. لسنا ضد العامية وسيلة التخاطب، كنا نتحدث العامية وتستخدم في مجالها في التعبير عن أفكار ومفاهيم وألفاظ وحالات واقعية لا يمكن التعبير عنها، يمكن التعبير عنها بالفصحى، ولكن تؤدي المدلول الذي يدل على المعاناة من خلال العامية، ولكن بقدرها المحكوم. العراقي إلى الآن، المواطن العراقي العادي عندما يظهر على الشاشة يتكلم بالفصحى حتى وإن كان يلحن ويخطئ كثيرا. هذا من أين أتى؟ لا تجد هذا في بلاد أخرى، لا أريد أن أعمم، لكن لا تجده في بعض البلاد الأخرى، لأنه التأكيد على اللغة العربية الفصحى. محاولة لكسر هذا الالتزام المجتمعي، بدأت يعني برامج كثيرة بعامية مفرطة في عاميتها، بل الآن بعض القنوات تعد تقارير سياسية باللهجة العامية، ويرات اللهجة العامية العامة المتعارف عليها المفهوم من كل العراقيين، أحيانا بمحكيات محلية هنا وهناك. فالإعلام يفعل العكس، ولكن هل هناك إعلام يفعل الصواب؟ نعم، ولكنه قليل، قليل جدا 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 جدا. وسأضرب أمثلة في الإجابة على أحد الإخوة، هل هو هذا المستوى المطلوب؟ لا، ليس المستوى المطلوب. الآن من هو معني باللغة العربية يخطئ، من هو معني باللغة العربية يلحن، من هو معني باللغة العربية لا تهمه اللغة العربية بقدر ما يهمه إنجاز بحثه بأي طريقة أخرى. من هو عالم في العربية ويتحدث العامية في برنامج عن اللغة،
العربية. هناك أمثلة كثيرة على هذا الموضوع، قد نقول مبني على التساهل، مبني على العفوية، ولكن إلى متى يبقى التساهل والعفوية؟ لعلي أجبت يعني. بالنسبة للشيخ عبد القادر النايل، العنوان كما قلت هو للقسم، يشكر على هذا الاختيار، ولكن جرت جهود كثيرة للوقوف وللتصدي. على الأقل كل إنسان يفعل الذي يستطيع. لو فعل كل إنسان أو كل مؤسسة أو كل جهة ما تستطيعه أو بعض ما تستطيعه لا كنا في خير كثير. ولكن للأسف هناك تقصير في الواجب المعين، وهناك تقصير في الواجب الكفاية أيضا، ولكن نعمل بقدر الاستطاعة. وأضرب هنا مثل ممكن أن يجيب على الدكتور أيمن والأخ حارث والأخ عبد القادر. يعني مثلا نحن في الهيئة حريصون جدا على استخدام مصطلحات تعبر عن الموقف الشرعي، تعبر عن الموقف الوطني، تعبر عن الموقف المبدئي، وتعبر أيضا عن الموقف العلمي. عندما تكون القضية علمية نستخدم مصطلح علمي. يعني عندما يتم الحديث مثلا عن الجهة الفلانية والتنظيم الفلاني أو الفصيل الفلاني أو الحزب الفلاني، نستخدم اللفظ الذي هو يستخدمه لأنه ارتضاه لنفسه، إلا إذا كان هذا اللفظ عليه ملاحظات أو نحن لا نعتقد بصوابه. من ذلك إطلاق صفة الإسلامية مثلا على بعض التوجهات أو الفصائل أو غيره، لا نؤمن بهذا ولا نقره ولا نعترف به، فنستخدم أقل مدلول ممكن له، ولا نذهب إلى استخدام مدلول لطرف معادي له. من ذلك نقول الحكومة الحالية وهي حكومة حالية لا نعطيها وصف العراقية أبدا، ما حيينا، لأنها ليست حكومة عراقية. وأحيانا لأغراض الصراع السياسي نطلق عليها أوصاف أخرى زائدة لا نسقط الوصف الأساسي، فنقول الحكومة الحالية حكومة بغداد، ولكن ممكن أن نقول حكومة الاحتلال السابعة مثلا وهي الحكومة الحالية. اتفاقية ما يسمى بالاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، سميناها اتفاقية الإدعام، وشاع الاسم وأصبح اسما مطروقا، بل أصبح الاسم الشائع لها، وهذا من قبيل التصدي وفرض المفاهيم التي نؤمن بها. لذلك يخطئ بعض الإخوة أحيانا، ونخطئ وأنا منهم، أثناء الحديث يستخدم لفظ يعني ما يكون مركز بشكل جيد. لا، نريد التركيز حتى في الأحاديث السريعة وغيرها. كنا نقول حكومة الاحتلال الاحتلال الاحتلال، الحكومة الحالية حكومة بغداد، لكن أثناء الكلام نقول القوات العراقية، وهي قوات حكومية وليست عراقية. ولكن الطريف أنه نعاني مثلا، مرة نستخدم دائما القوات الحكومية، فطرف متشدد يقول كيف تقول القوات الحكومية، هذه قوات شركية، هذه قوات وثنية، هذه قوات كافرة، هذه قوات مرتدة، هذه. وطرف آخر يقول لماذا استخدم القوات الحكومية، هذا معناه اعتراف بالحكومة وإعلال قدر الحكومة. طيب أيهما مصيب؟ كلاهما مخطئ، لأنه نحن لم نقل الحكومة العراقية، قلنا القوات العراق، قلنا القوات الحكومية. أي حكومة؟ الحكومة الحالية. أي حكومة حالية؟ الحكومة الموجودة في بغداد. يعني انقطع النفس وإحنا ما ننطيهم هذا الوسط أبدا العراقية. فلاحظوا الضغوط التي نعانيها، ومنها أيضا موضوع المنطقة الخضراء نتجنبه دائما، لأن تسمية غربية مثل ما تسمية ذات دلالات معينة. أيضا موضوع المقاومة، سموه المقاومة المتمردين، سموهم الإرهابيين، سموهم حتى حيقولون ثوار في بداياته، طبعا يقصدون شيء آخر معين. لا، هي مقاومة. لماذا نبتعد عن هذا اللفظ؟ قد نبتعد عن الألفاظ لأنها استخدمت في غير سياقاتها مثل الممانعة. نعم، مع أنها لفظة سليمة وصحيحة والدل على ما نحن فيه، نمانع كل شيء يخل بثوابتنا الشرعية والوطنية، ولكن لأنها أسيء، هذا من غزو المصطلح الداخلي مو الخارجي، أسيء استخدامه تركناه وهكذا. فإذا فنحن في حالة معركة، في صراع داخلي غير الصراع المعلن. لكن كم جهة، كم مؤسسة، كم حزب، كم قوة، كم شخصية معنية بهذا الجانب؟ للأسف رغم كل هذا الالتزام الأدبي والثقافي، وهناك من يعترض على مصطلحات واضحة وصريحة. يعني مثلا الاحتلال، لماذا تسمونه احتلال؟ الاحتلال خرج عام 2011، وإحنا اليوم 22/12، مو يعني بعد تقريبا 9 أيام تحل الذكرى السابعة للانسحاب الأمريكي بفضل المقاومة العراقية.
لكن هل انتهى هذا الاحتلال؟ لم ينتهي. كل قواعد ومحددات وصفات وأعمال الاحتلال قائمة في بلادنا إلى الآن. إلى الآن مساحات شاسعة من أراضينا فيها قواعد للاحتلال. إلى الآن هناك هيمنة سياسية وهيمنة اقتصادية وهيمنة ثقافية وهيمنة مجتمعية على مجتمع اجتماعية على مجتمعنا. كانوا يقولون عن جمهوريات أمريكا الوسطى جمهوريات موز وكذا، لأن هناك هيمنة أمريكية، الرئيس معين أمريكيا، منصب أمريكيا، كلما يحدث خروج عن الخطة والخريطة يصير إنزال، يغير الرئيس ويأتي. قد لا يكون هناك جندي أمريكي واحد، لكن تتكفل بذلك محطة مخابرات أمريكية في ذلك البلد وتسمى جمهورية موز مستعمرة أمريكية، ونحن آلاف الجنود والقواعد وتحالف دولي. كثير من مقدراتنا الآن لا نستطيع أن نقوم بها إلا بإذن من واشنطن أو نيويورك أو ما إلى ذلك، سواء في الجانب السياسي والاقتصادي وحتى الثقافي. ولا يراد لنا أن نقول بأن هذا احتلال، بينما الولايات المتحدة الأمريكية نفسها كانت تسمي بعض التدخلات في بعض البلاد وتصفها بوصف الاحتلال. فهذا ما يتعلق بالأسئلة. يبقى أسئلة الأخ حارة الأزدي. الوقت نعم قصير، ولكن أخذنا حوالي 45 دقيقة المحاضرة، أعتقد وقت كافي جدا، ولكن ممكن أن هذه المحاضرة تشجع على جهود أخرى من القسم العلمي، من القسم الثقافي، ممكن تكون لك ندوة متخصصة عن هذا الموضوع. من له حق التوقيع على المصطلح؟ وما هي الدائرة المعنية؟ التوقيع للعالم، عالم اللغة والعالم المختص بالتعاون مع عالم اللغة. والدائرة المعنية هي الدائرة المكلفة بهذا الأمر، وهي كما قلنا المجامع اللغوية، وكل حسب مجال اختصاصه، الحكومة، الوزارات، مجلس النواب، الدوائر الحكومية، الجامعات، المدارس، الجمعيات الثقافية والأدبية وما إلى ذلك. ولكن على يكون هناك ضابط ورابط عام يشمل هذه جميع نفق صيغة تراتبية تكاملية، وهذا ما كان موجودا إلى عقود، ولكن للأسف ضاعت الأمور الآن وأصبح الكل يضع، بل أصبح حتى حق الملكية الفكرية. عالم العلوم البحتة مجال إبداعه في عمله والاختراعات، والاختراعات قد تكون اختراعات سريعة بنتيجة بحوث قائمة على أساس تراتبية علمية معينة، لذلك تجد أن هذا العالم لديه كذا مخترع، لديه كذا براءة اختراع، لديه 100 بحث على سبيل المثال أو 200 بحث. لما؟ لأنه يتعامل مع قضايا حسية، هذه القضايا الحسية قابلة للابتكار والإبداع والتطوير وغيره. طيب ما هو مجال عالم نسميه الإنسانيات، وهو أيضا مصطلح دخل علينا، مجال إبداعه هو في إيجاد مصطلح، في تحديد حدود مصطلح، في فتح آفاق مصطلح، في التنبيه على خطأ مصطلحات. وقد كنا نقرأ ونحن صغار يقولون الفضل في وضع هذا المصطلح للعالم فلان، الفضل في إطلاق هذه التسمية على هذا التيار الثقافي أو الأدبي لفلان، أول من سمى القصيدة كذا هو فلان. يعني حقوق محفوظة الآن، ماكو حقوق، ضاعت. يعني مجال الإبداع ضاع الآن، مجرد ما يكتب أحدهم كلمة معينة تنقلها الكثيرون على شبكة الإنترنت فضاع المصدر الأول لها. حتى من يقول هو أنا أول من قالها سيشكك في كلامه، السبب وضياع هذه الضوابط. فلا بد من إعادة صياغة، لكن يعني قد يستغرب كثير من يقول لك الدنيا خربانة سياسيا واقتصاديا، وهذا تجي أنت تدور لي على، ولا يعلمون أن أساس الخراب بدأ من هنا من المصطلح. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. في الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور مثنى الضاري على هذه المحاضرة، وللأصحاب المداخلات على ما أثروه، والشكر موصول لكم أعزائي الحضور، على أمل أن نلتقي في محاضرات علمية وفكرية قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.